أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah pada malam ini, Jumaat malam ini kita bersama-sama lagi dalam sesi bacaan surah Yasin. Doa selamat serta sedikit tahlil insya-Allah. Kita manfaatkan waktu malam ini untuk bersama-sama kita meneruskan dalam aktiviti Al-Quran kita insya-Allah. Assalamualaikum semua yang mengikuti, yang baru masuk sesi pada malam ini, insya-Allah. Boleh sharekan video, boleh tag kawan-kawan rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai dapat manfaat kita punya pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan mulakan dengan bacaan surah Yasin. Seterusnya kita akan teruskan dengan bacaan doa selamat dan tahlil insyaAllah. Baik, jangan lupa sharekan kita punya video ni insyaAllah. Baik, insyaAllah kita nak mula. Boleh baca bersama-sama dengan Ustaz perlahan-lahan satu persatu dengan hukum makhraj tajwid yang terbaik insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم
مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج يثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز
العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تدرك وكل في وآية لهم أن الملك المشؤون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah menamatkan bacaan surah Yasin secara tartil bersama-sama dengan ustaz dan dengan sebutan makhraj yang betul insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati dan melindungi kita insya-Allah dan mengabulkan segala permintaan kita apa yang kita pinta insya-Allah. Nah, niatkan dalam ketika mana kita baca Al-Quran, kita niatkan sekali apa sahaja yang kita nak. Kerana seperti yang ustaz sebut ialah antara waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa kita adalah setelah kita membaca Al-Quran. Kerana kita membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, seterusnya kita pergi kepada bacaan tahlil insya-Allah. Seperti biasa, sebelum tu ustaz nak bacakan nama-nama yang telah diberikan kepada ustaz. Seperti biasalah insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hantar nama. Moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, insyaAllah. Yang pertama daripada seperti biasa daripada Kak Nuraini, Puan Nuraini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan bacaan Yasin tahlil untuk Allah yarham Allah berikut. Allah yarhamah Safiyah binti Hashim ibu, Allah yarham Wahab bin Deli ayah, Allah yarham Jamil bin Wahab abang, Allah yarhamah Fazilah binti Wahab kakak, Allah yarhamah Sarifah binti Ali nenek, Allah yarham Hashim bin Naim datuk, Allah yarham Zabidah binti Haji Manan nenek, Allah yarham Deli bin Jumlah datuk, Allah yarham Jamilah binti Ali nenek saudara, Allah yarham Majid bin Umur datuk saudara dan seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup jika telah meninggal dunia. Terima kasih sama-sama kepada Kak Nuraini. Soalnya pada Kak Mariani. Assalamualaikum, baca Yasin tali tanda Abu Arwah yang pertama ibu Hajah Jawahir Haji Hamid, ayah Haji Ahmad bin Kasim, kakak Zaitun Ahmad, abang Zulkarnain Ahmad, abang Yusran Ahmad, abang Idris Ahmad, abang Ipah Haji Azizul Hasan Haji Yusuf, anak saudara Muhammad Fidus bin Idris serta sahabat Fazliatun Husin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah, moga-moga Allah merahmati semua. Seterusnya daripada Puan Roidiah Jaafar. Puan Roidiah, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya akan baca Yasin untuk Allahham. Allahyarham Ja'far bin Abdullah, Allahyarhamah Darsyah binti Jamba, Allahyarhamah Lung binti Jamba, Allahyarhamah Maksyu Aimi bin Ruslan, Allahyarhamah Idham bin Abu Bakar, Allahyarhamah Hiyayati binti Husin, Allahyarham Sabri bin Mustafa, Allahyarham Zulkifli bin Abdullah, Allahyarhamah Maimunah binti Jamba serta Muhammad Daib bin Idrus. InsyaAllah. Tuan daripada Puan Syukriah. Kak Syukriah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukriah binti Muhammad yang akan baca Yasin untuk Allahyarham Muhammad bin Abu Samah, Mak Dali bin Awang Kecil, Abu Samah bin Kasim, Omar bin Abdul Muttalib, Muhammad Yusuf bin Omar, Siti binti Busu, Zabidah binti Ja'far, Ramlah binti Mahmud, Zambrin bin Muiz, Haji Muttalib bin Muhammad Amin, Asmah binti Kasim, Yuspidar bin Abdul Manaf, Kasdinar binti Malano. Baca Yasin juga kepada adik saya yang sedang sakit, Baharin bin Muhammad. Semoga diberikan kesembuhan. InsyaAllah. Seterusnya daripada Kak Cik Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak baca Yasin untuk Allahyarham Idris bin Ismail suami, Ismail bin Haji Siraj ayah mertua, Halimah binti Sabat mak mertua, Maryam binti Yunus emak, Awang bin Mamat ayah, Rafiah binti Awang kakak, Fatimah binti Awang kakak. Baik, terima kasih Kak Cik Ma. InsyaAllah, moga Allah mengampunkan dosa-dosa serta merahmati mereka semua. InsyaAllah. Soalnya daripada Kak Roziah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baca Yasin Zalim untuk Alhamdulillah. Allah Sani bin Omar Baki, Rokiah binti Omar Baki, Rahani binti Allah Sani, Rosnah binti Allah Sani, Roslan bin Abdullah Sani, Muhammad Rasul bin Saleh, Saleh bin Muhammad, Fatimah binti Wahid, Kantan bin Jalil, Farida binti Kantan, Norazila binti Kantan, Julia binti Ahmad, Muhammad Kasim bin Ahmad, Syarif bin Ahmad, Saidin bin Ahmad, Rahmah bin binti Abbas, Arifin bin Haji bin Ali, Johara Ali bin Omar Baki, Johariah binti Johara Ali, Syahira binti Jamil. InsyaAllah. Seterusnya daripada Puan Nur Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak baca Yasin untuk Allahyarham Nafsah binti Rahman, Ahmad bin Sujan, Abdul Rahman bin Yusuf, Yusma binti Yusuf. Seterusnya daripada Encik Rizal Izwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak baca Yasin untuk Allahyarham Aziz alias Al-Aziz bin Limbang, Ibrahim bin Abdullah, Sarah Khadijah binti Khairuddin Adnan, Muhammad bin Kasim, Cik Asnah, Cik Mat, Ainun Cik, Cik Mat, Cik Mat, Talsum binti Ahmad, Abu Bakar bin Sa'id, Limbang bin Datuk Kampar, Maimunah binti Khatib Usin, Muhammad Hanif bin Yaqub, Sulaiman bin Din, Tuminah binti Kasan, Nur Hazriq, Naufal bin Abdullah, Tengku Umar Husin bin Tengku Abdul Jalil, Nur Ahmad Kamal, Ila Ahmad Dizam bin Ahmad Tajuddin, Sizara binti Ishaq, Hasnurul Mastura binti Cik Asnah, Hishamuddin bin Ahmad, Zulkifli bin Abdul Kadir, Rozanim binti Adnan. Baik, seterusnya pada Kak Tengku Muniati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yah binti Omar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim, Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, ni Ahmad Naqiyuddin bin Ishamuddin, Tengku Waridi Tengku Ibrahim. Doa selamat untuk semua family terutama yang kurang sihat, Tengku Yasimah binti Yah, Ishamuddin bin Bensu, Mama Syari bin Wan Maryam, Tengku Muhammad Amrullah bin Muhaini, Tengku Nurul Huda binti Muhaini, Tengku Salmawati binti Siyah, ni Muhammad Hafiz bin Tengku Yasimah, Ashirah binti Aisyah, Tengku Muhammad Luqman bin Muhaini, ni Muhammad Halim bin Tengku Yasimah, Tengku Munyati binti Yah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. So ni daripada Encik Hashim. Encik Hashim. Assalamualaikum. Salam. Saya niatkan bacaan Yasin untuk Allahyarham Hajah Sokdah binti Yunus emak, Haji Abdul Aziz bin Surin ayah, Haji Alias bin Junuh bapa mertua, Cik Basah binti Muhammad Toha ibu mertua, Cik Azizan bin Ilyas bin Alias abang ipar, Khairul Islam kawan, Khairul Anwar bin Ali kawan. Baik, insyaAllah. Seterusnya daripada Puan Ailin, Kak Ailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikkan baca yasin untuk Allahyarhamah Irah binti Karto, Allahyarham Ahmad bin Haji Ali, Allahyarham Buang bin Ahmad, Allahyarham Ismail bin Ahmad, Allahyarham Abdul Latif bin Ahmad, Allahyarham Asyah binti Ahmad, Allahyarham Muqtar bin Haji Omar, Allahyarham Mahful bin Haji Omar, Allahyarham Abdul Malik bin Syamsuddin, serta Allahyarham Yunus bin Haji Yaakob. Terima kasih banyak-banyak kepada apa nama tu baik, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menghantar. Kepada Ustaz, semoga Allah merahmati semua insyaAllah. Dan mengampuni dosa-dosa mereka insyaAllah. InsyaAllah, kita mulakan bacaan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquq alayna ajma'in al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله sama-sama kita mengaminkan bacaan doa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجيها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وسلم وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة المباركة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى ربنا بإحسان إلى يوم الدين وجعل فكك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اللهم ارحمه وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الى روح والدينا وشيخنا ووالدينا وشيخ وجميع المسلمين من شرق الارض ومغاربها واجعلنا في صحابنا وصحاب والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم وام الجميع برحمتك ورضوان وادخلنا واياهم في فسيل الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر والنحور الى جنتك جنات الخلود الى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله. Syukur kepada Allah SWT, kita telah menamatkan bacaan surah Yasin. Alhamdulillah, 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 syukur kepada Allah. InsyaAllah, semoga kita doakan, kita harapkan Allah menerima bacaan Yasin kita dan merahmati kita, kehidupan kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Apa yang baik datang kepada Allah, apa yang silap dari Ustaz sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti. InsyaAllah, semoga Allah Allah merahmati dan puan-puan, memudahkan urusan dan diberikan kebaikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.